وجهة توصية عند الجزائريين بصفة عامة هي تقريبا الأولى، يعني الجزائر يفضل يمشي على تونس مثلا نظرا لتكاليفها يعني خدماتها مستوى يعني الجانب الثقافي متبادل بين الشعب الجزائري والتونسي. هي دي كونديسيون كوميرسيال نورمال، الأسعار بعض الأسعار مخفضة بعض الأسعار عالية، يعني حاجة نورمال. الأسعار بالنسبة نجم نعطيك كاين بعض الارتفاع من هذه الثلاث سنوات ولا أربع سنوات الأخيرة، كاين ارتفاع في الأسعار من ناحية الإقامة ومن ناحية حتى من ناحية التجارة، فيها بعض المزايا اللي ما عدناش في الجزائر منها السياحة والإقامات والفاخرة، وعند وصلنا لتونس صبنا كل ما يرضينا. الانيماسيون في الليل دايرين جو كما تقولوا انتم جو عامل هايل. لقيت تسهيلات في كلش في الدخله في الحدود، سواء المعامله هنا في الاوتيل سواء مع قالش هما الحاكم سواء مع التوانسه، الحمد لله يا ربي.